انت ليه مستبعد؟ انت تقريبا اخر الظهور شفتك فيه مع الاسماعيلي كان في ماتش كاس الرابطه صح؟ مظبوط. قدام الداخليه ده من زمان، ده في يناير ولا فبراير شهر واحد اللي فات. شهر يناير. ايه اللي حصل من ساعتها؟ خرج ولم يعد، بين الشوطين استبدل، اختفى احمد محسن. فينك؟ من بعد فعلا ماتش الداخليه ده كان حصل مشكله بسيطه في اوضه اللبس في الماتش ده، في الماتش ده بعد الاستبدال ولا ايه؟ بعد الاستبدال. بس اساسها انه انا كان يعني كنت مضغوط جدا، وكنت وصلت لمرحله ان انا مش قادر اتحمل ابقى نو رياكشن مع الحاجات اللي بتحصل معايا. تمام. طبعا اول موسم بدات انا الموسم كنت بادئ فترة إعداد كويسة جدا، وبدأت الموسم ولعبت وكنت كويس، وختمت الموسم اللي فات أصلا، وختمت الموسم اللي فات بماتش، فاكر لعبت ماتش الاتحاد، ماتش الاتحاد وكسبنا، وكنت أجيب جول وعملت جول وكنت كويس جدا، وده أصلا ماتش من الماتشات اللي خلاني أقعد أصلا في الإسماعيلي. تمام. لأن الماتش هناك بصراحة في الإسماعيلي مع الجمهور والكلام تحس إن أنت لعبت الموسم صح كله، صح، حتى الجمهور نفسه أحمد محسن لا لازم يقعد وإزاي واتظلم والكلام ده. فبدات الموسم ودوست على نفسي، وطبعا حاولت اعمل موسم يكون احسن من الموسم اللي فات. برضو لقيت ان انا برضو بتظلم بدون اي اسباب. في ايه بقى؟ في الكوره. انا مشكلتي يعني في الكوره، انا ما تعودتش ابقى لعيب ملوش دور في الفرقه. ما تعودتش ابقى اجي اقعد على الدكه واجي اخد مرتب وابقى مبسوط، وانا بحب يبقى ليا دور. وده موجود يعني العشر سنين اللي فاتوا انا كده، انا دايما ليا دور في المقص، خمس سنين ليا دور في سيراميك كليوباترا، في فاركو، الاتحاد لما رحت وحسيت ان المدير فني اجنبي مش هيلاعبني مشيت، رحت لعبت درجه تانية. مظبوط. انا هو ده، انا ببقى ليا وجود في الملعب. انا ده مش قادر اعمله في النادي الاسماعيلي، مش بسببي، هم مش راضيين يدوني فرصه. انا ما باخدش فرصه بقالي سنتين في النادي الاسماعيلي اني العب. ليه؟ يعني هل في مبرر بيتقال لك؟ هل مثلا ادائك مش مقنع؟ هل مثلا يعني ايه السبب؟ هل بتعمل مشاكل عشان ما بتلعبش فده بيخليهم بدل ما يهدوا يتضايقوا اكتر فياخدوا قرارات؟ ايه اللي بيحصل يعني؟ هو انا بقيت طبعا بقى يعني من كتر ما بتضغط ومن كتر ما يعني بيتضغط عليك قوي قوي في موضوع اللعب. انت طبيعي، انت بني ادم مفهوم ولاعيب كوره، ولاعيب كوره متعود ان هو دايما اساسي في كل الفرق اللي لعب فيها وبيلعب ومنتج، وكان اخر اربع خمس سنين انا دايما مترشح للمنتخب، دايما كان في كلام عليا من الزمالك ومن بيراميدز ومن الاهلي والناس كلها بتتكلم عليا. فانت فجاه بتروح نادي انت رايح اساسا النادي ده عشان يفوقك، يفوقني عشان انا ما لعبتش اهلي او زمالك. فالاسماعيلي طبعا ده ثالث الانديه. تمام. جماهيريا، فانا قلت ربنا ما قررش اني العب اهلي زمالك، الحمد لله هلعب اسماعيلي. فنادي جماهيري يزودني، ماتش هناك اروح بيه المنتخب، ماتشين ثلاثه اللي عملتهم في سيراميكا او في المقصه يودوني المنتخب. انا من ساعه ما رحت هناك انا ما باخدش الماتشين الثلاثه. مفهوم. ليه؟ انا ما اعرفش. انا هو تمريني هو احمد مصر زي ما بتمرن في سيراميكا زي في المقصه زي في الاسماعيلي. انا ماتشات وديه لحد دلوقتي، اخر ماتشين لعبتهم من اسبوعين ثلاثه جبت جون في ماتش وجون في ماتش وانا بكلفت. وديا. وديا. فانا اذا في الكوره انا مش مقصر. انت بتلعب الماتشات الوديه عادي؟ لا مؤخرا. مؤخرا. بعد ما بص هو لا احنا كنا ممنوعين من كل حاجه. اتمنعنا. اتمنعنا من كل حاجه حرفيا حتى الماتشات الوديه. بعد موضوع احمد رفعت اتعمل ماتشين وديين، احنا فعلا تعالوا العبوا الماتشين وديين دول عشان الصور تنزل وعشان يتقال ان احنا بنلعب عشان يتقال ان احنا موجودين في النادي وان احنا مش مستبعدين وان احنا ما بنتمرنش لوحدنا بقالنا ست شهور. بس انتوا قعدتوا ست شهور تتمرنوا لوحدكم، مين اللي كان بيمرنكم؟ يعني كان بيمرنا في الاول عامل مش عامل سوري حد من المدلكين. لعيبه كوره بتتمرن مع مدلك. تمام. مع احترامي ليه طبعا، مفهوم طبعا، لكن مش مهمته. مش مفهوم، مش مهمته. اتمرنا مع مدلك. عملنا مشكله. اتمرنا مع اداري. ورق اداري بورقه وقلم، ملوش علاقه برضو بال هو بيدون ان انتوا موجودين. اداري. مفهوم. اتمرنا معاه. احيانا اتمرنا لوحدنا. لوحدكم؟ لوحدنا. حطيتوا لنفسكم برنامج وقعدتوا وانا مصور الكلام ده فيديوز. ما كانش في حد يوم معايا. مصور فيديوز ليه؟ مصور فيديو طبعا عشان اثبت حاله. علشان انا عارف ان فايت الموسم هيتقال ده 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 ما بيغيب وده ما بيجوش ده 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 ده، فمصور فيديوز لاحداث كتيره جدا عشان برضو ابقى ضامن حقي. لو حصل حاجه نزاع لا يا جماعه في كذا وفي فيديوهات وفي اوقات وفي جداول اصلا محطوطه، احنا مش مع الفرقه. ايوه. من شهر واحد واحنا بنتمرن لوحدنا مش مع الفرقه، ودي حاجه ولا قانونا تنفع، يعني لا تجوز قانونا ان لعيب انت تحرمه من التمرين مع فرقته. مع الفرقه الاساسيه، انت فاهمني؟
بعد كده بدأوا يزقونا ناشئين عشان يكبروا العدد، عشان يتقال ان لا اللعيبه دي يا جماعه انا عامل مجموعتين، مفهوم، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه الرديف. احنا الرديف يعني، احنا مجموعه الرديف يعني. زقوا شويه ناشئين كده وصعدوا. عددهم قد ايه تقريبا؟ بخلونا 10 مثلا 12. زقوهم كده، بس ده مؤخرا برضه. بس انت يا احمد بدايه الموسم كنت بتلعب يعني، مش بس ماتش الداخليه، في اول خمس ست ماتشات في الدوري كنت موجود، يا اساسي يا بديل. ايوه، ما واضح ان النيه كانت موجوده انك تلعب التلات اربع ماتشات اللي انت محتاجهم. ليه حصل الدروب المفاجئ؟ خناقه ماتش الداخليه بس؟ ما لعبتهمش كاساسي، بس أنا لعبت يعني. انا لعبت دقايق فيهم، ماتش واحد بس اساسي. بعد كده برضو الماتش ده خرجت ما بين الشوطين برضه. لعبت اول ماتش في الدوري خرجت ما بين الشوطين. الماتش اللي بعده بره السكور اساسا خالص. الماتش اللي بعده نزلت 3 دقايق، الماتش اللي بعده 7 دقايق. في ماتش نزلت دقيقه تقريبا، وفي ماتش قدام دقيقة. الاهلي باين صح، قدام الاهلي 5 دقايق. نزلت ما كانش فيه تغييرات اساسا، وانا قعدت اساسا خلاص مفيش انزل، حاضر نزلت. فاتكلمت، انت ليه بيحصل معايا كده؟ انا مقصر في ايه؟ لا مش مقصر، وهتلعب يا جماعه انا عايز فرصه يعني، انا عايز العب ماتشين ورا بعض في النادي. العب 3 ماتشات زي اي لعيب. ايوه، اديني فرصه 3 4 ماتشات في النادي واحكم عليا. قول لي انت ما عندكش فكره، بس اديني فرصه. مفهوم. اساسا لعيب الكوره بيحتاج 4 5 ماتشات عشان يقف على رجليه، عشان يوصل للتوب فورم بتاعته. أيوه. في الدوري محتاج 4 5 ماتشات. انا ما بكملش الماتش. خرجت بين الشوطين، فصبرت، قلت طب لا، فاقرب فرصه يجي بطوله غير الدوري اخدها، وده طبيعي اي لعيب دلوقتي احتياطي. الرابطه بقى. فاستنيت، قعدت استنى اضغط على نفسي لحد ماتش كاس الرابطه. ايه اللي حصل بقى بين الشوطين لما عرفت انك هتستبدل؟ انا فاكر الماتش ده تقريبا كان 1-0 للداخليه. كان 1-0 للداخليه، وبين الشوطين في 4 تغييرات اتعملت. احنا كنا كويسين جدا الشوط الاول، بس هي غلطه كره طويله اتلعبت فجت. بس احنا كويسين جدا. تمام. وانا عامل 3 جوان الماتش ده. ممكن لو في فرص يعني هتلاقي 3 فرص يعني. مفهوم. 3 اسيست فرص. وعامل ماتش كويس جدا، وما كنتش متخيل ابدا ابدا ان بعد الفتره دي كلها اللي انا صابرها حتى ماتش كاس الرابطه. مش هلعب كاس الرابطه. مفهوم. خرجني من الشوطين برضو. خرجت هنا بقى، اعترضت بطريقه عنيفه. اعترضت شويه طبعا، اعترضت. انه ليه كده؟ انت ليه بتعمل معايا كده؟ ليه وانا مش هلعب غير 45 دقيقه يعني في النادي؟ انتوا ليه ما بتدونيش فرصه يا جماعه؟ ليه؟ حرام اللي انتوا بتعملوه. وانفجرت. قال لك ايه كابتن ايهاب جلال؟ قال لي هنبقى نتكلم بعد الماتش، ولما نكسب ان شاء الله برد عليك بعد الماتش. وقلت له يا كابتن ما عندكش حاجه تقولها لي؟ هترد عليا تقول لي ايه ما عندكش حاجه تقولها لي؟ مفيش كلام تقوله، مفيش حاجه هتقنعني. الغريب يا احمد انه انت عشره قديمه مع الكابتن ايهاب جلال. يعني في المقصه كان بيعتمد عليك دايما. كابتن عماد سليمان نفسه كان بيدربك في المقصه. دي حقيقة. وبالتالي الاثنين اللي موجودين دلوقتي على راس اللجنه الفنيه او في ضمن اللجنه الفنيه وراس القياده الفنيه، انت عارفينك كويس. ليه الدنيا راحت للحته يعني؟ هو ده الحاجه الغريبه. انا كابتن عماد سليمان وهو في المقصه كان هو عايز يوديني الاسماعيلي. وكلم النادي الاسماعيلي، كنت اروح فعلا في شهر واحد وانا في المقصه. اضافه للنادي الاسماعيلي الفتره دي، الاسماعيلي كان منافس على الدوري الموسم اللي الاسماعيلي خد فيه تاني دوري. مفهوم. تفتكر 2017 كانوا عايزين يودوني عشان انا العب باك ليفت، ابقى اساسي بتاع الاسماعيلي. كابتن عماد سليمان. وكابتن عماد كلامه معايا السنه دي، انت هتلعب اساسي مش هتقعد ولا بيتقال لك ايه؟ بيتقال لي ايه في الكوره؟ مفيش حاجه في الكوره. مفيش حاجه في الكوره؟ في الكوره لا، مفيش حاجه. لان انا مش مقصر في تمريني. انا عامل فتره اعداد شهر ونص، طبعا بنلبس الجي بي اس والارقام انا الحمد لله بفضل الله برقم دايما 1 يا 2 في التوب 3 في كل الارقام دايما. اما بالنسبه لموضوع كابتن ايهاب جلال، يعني انا مش هو كابتن يعني، هو انا بتعامل مع شخص ثاني ما اعرفوش، مش يعني حد تاني مالوش علاقه بالفيرجن القديم اللي كنا بنتعامل معاه في المقصه. بجد بجد اقسم بالله مش كلام، مع يعني مع زي ما تكون تعامل مع شخص انت ما تعرفش هو مين، مالوش علاقه بالشخص اللي كنت تعامل معاه قبل كده خالص خالص خالص، مختلف خالص في كل ايه الاختلافات اللي ما بين ايهاب جلال المقصه وايهاب جلال الاسماعيلي في وجهه نظر